بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مرحبا بكم في برنامجكم كيف مالك؟ ماذا عن العمل بدون الخبرة؟ هذا البرنامج إنما أتى ليعلمنا الكثير عن أحكام المال الحلال والمال الحرام. فماذا عن العمل بدون الخبرة؟ يرغب الكثير من الشباب بمغامرة العمل الخاص، وقد جاءني مجموعة من الشباب الواعدين المتحمسين الذين يريدون أن يتخلصوا من عقدة الوظيفة ومن الجلوس وراء المكاتب، يريدون أن يؤسسوا عملاً. فطبعاً شجعتهم، لأن هذا ما نريده من شبابنا هذه الأيام، أن يتخلص من قضية الوظيفة وعقدة الأمان الواهم الكاذب، تلك العقدة التي يحاول أن يشعر الشاب من خلالها أنه إذا توظف صار بحالة أمان واستقرار. لكن الواقع يثبت أن الرزق كما روي 9 أعشار الرزق في التجارة، هذه المغامرة مطلوبة إذا كانت محسوبة وإذا كانت مدروسة. ما المانع أن يتقدم إليها الشباب وخاصة في بداية أعمارهم؟ لماذا لا تبدأ أولا بالتجارة وتحاول وتحاول، لعلك تنال رزقك 10 أضعاف عما تجنيه من الراتب. فالعمل التجاري يجب أن يكون أول المطاف وأول الأحلام. البعض للأسف بعد أن يتوظف وبعد أن يمضي عصارة شبابه ونشاطه وحيويته في الوظيفة يلجأ إلى التجارة، فيخسر كل ما ادخره في هذه السنوات إلا ما رحم ربي. طبعا أنا أنصح الشباب دائما أن يعمدوا إلى العمل التجاري وأن يسارعوا إلى الدخول فيه قبل الوظائف، فالإنسان في هذه الدنيا إما أن يكون موظفا أو أنه يوظف الآخرين عنده. والأجدر بالشباب أن يختاروا الخيار الثاني، لأنه الأكثر قدرة على إرضاء حاجاتهم والعيش بحياة أفضل. فكيف نبدأ بالمشروع التجاري؟ نبدأ من خلال دراسة كل عمل بشروطه وأركانه، وخاصة ونحن نتحدث عن الاقتصاد الإسلامي ونتحدث عن مشروعية العمل والبحث عن عمل، لابد أن نفقه كيف يكون هذا العمل. فكما يقال، البركة عند تزاحم الأقدام. يقول الخبراء الذين يعطوننا قواعد من قواعد البدء بالمشاريع، وحتى أكون إجمالي في ذلك، أحب أن أبين لإخوتي من الشباب أن المشاريع تعتمد على مال وعلى رجال وعلى أفكار. إذن أنت تحتاج عندما تبدأ في مشروع صغير أو كبير إلى مال، وتحتاج إلى أناس يساعدوك، والأهم إلى أفكار عملاقة. المال اليوم صار متاحا بشكل كبير، وخاصة أن هناك 10 الممولين، لكنهم يحتاجون إلى رجال، وأنا أقصد بالرجال الناس القادرين على القيام بمشاريعهم باهتمام وجدارة. ونحتاج إلى أفكار، وهنا مربط الفرس كما يقال، هنا الفكرة الأساسية. عالمنا اليوم عالم أفكار، إذا كانت لديك فكرة عملاقة جديدة ولديك القدرة على تنفيذها فهناك 10 الممولين، وأنا أعني ما أقول، هناك 10 الممولين، لكن يجب أن يلبسوا منك هذه القوة وهذا الإصرار وهذا التفكير الجيد بهذه الفكرة من كل نواحيها. ماذا يعني ذلك؟ يعني دراسة الجدوى. تحتاج المشاريع إلى دراسة جدوى. بعض الإخوة أتوني قائلين نريد أن نفتح مشروعا وأن نستورد بعض البضائع من هذا البلد وهذا البلد. قلت لهم: هل فكرتم بالقوانين؟ هل فكرتم بالنقل، بالشحن، بدراسة الجدوى؟ هل قمتم بدراسة الجدوى المالية؟ قالوا لا. قلت: كيف تقدم على عمل دون دراسة جدوى مالية؟ البعض يقول لك: هؤلاء هم تجارنا، لم يكن عندهم دراسة جدوى واعتمدوا على الحظ والتوفيق الإلهي. لكن نسبة منهم نجح، وهؤلاء قلة قليلة. وعندما تسألهم تجد أن هناك من تعلم الكثير من جيبه الخاص. إذن عوض النقص عندك بخبرة غيرك. ببساطة شديدة، ابحث عن خبير، تعلم منه كيف بدأ مشروعه، ثم تجاوزه بأفكار أسرع وأنضج، ستصبح بإذن الله من أصحاب المشاريع. هيئ الفكرة الصحيحة، ادرسها جيدا، ادرسها بعناية، ويجب أولا وأخيرا أن يكون لديك حافز قوي قوي جدا، همة عالية، ثم استعن بأصحاب الخبرات. ستجد أن الأموال مفتوحة لك دائما، هذا معروف، وهذا يشهد به 10 من تقدموا للأعمال ونجحوا في حياتهم. لكن المشكلة اليوم أن بعض الشباب
ليس لديهم فكرة، هم يريدون فقط الربح السريع. ليس لديهم همة ويريدون المناصب العالية. هما شروط لبدء العمل والمشاريع الكبيرة. أسأل الله أن يرزقكم الحلال وأن يرزقكم الأفكار العملاقة العظيمة التي توصلكم إلى المشاريع العملاقة. فهذا الدين يحتاج إلى شباب يملكون المال، طبعا المال الحلال، وهذا هو غاية برنامجنا كيف مالك. أسأل الله العلي العظيم لكم طيب المال الحلال، مالكم حلال، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.